بدأوا عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء يتجاوز حسنية أكادير بركلات ترجيح ويضرب موعدا مع شباب محمدية في ربع النهائي. ومن حيث ركلات ترجيح بطاقة العبور ربع نهائي كأس العرج لفريق الرجاء الرياضي الحساب حسنية أكادير بخمسة مقابل ثلاثة بانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة اللي جمعت الطرفين على أرضية ملعب أدرار بأكادير الحساب ثم النهائي المسابقة. وكان فريق الرجاء طرف الافضل في الشوط الاول عبر سيطرته على الكره في حين لعب الحسنيه ورقت الهجمات المرتده اللي ما جاتش باي جديد. وكانت بدايه الشوط الثاني مشابهه لسيناريو الفصل الاول بحيث ضغط الرجاء بحثا على هدف الصدق مقابل استماته دفاعيه للحسنيه وكاد الفريق الاخضر انه يبلغ الهدف من هجمه قادها بوزوق وقدم تمريره لمحمود بن تايك اللي سدد كره تصدى لها الجرباوي على مناسبتين قبل دخولها للمرمى سنتيمترات قليله. ومرات المباراه الاشواط الاضافيه بعد نهايه الوقت الاصلي التعادل السلبي وكانت اولى الفرص السانحه من بادئ الرجاء محمد بولكسوت اللي سدد كره قويه اصطدمت بالشباك الخارجيه فيما كانت اولى فرص حسنيه اكادير في الشوط الاضافي الاول من اقدام عبد الله بوخنفر عبر ركله حره مباشره تصدى لها الزنيتي ببراعه. ومعرفش الشوط الاضافي الثاني اي جديد يذكر باستثناء فرصه خطيره من محمد بولكسوت مرات بجانب المرمى ومروا الطرفان لركلات ترجيح اللي ابتسمت لصالح فريق الرجاء. وبهذا كيكون الفريق الاخضر ضرب موعد ربع نهائي مسابقه كاس العرج مع شباب محمديه اللي تجاوز الدور وفتح سباجة بهدفين مقابل هدف واحد. كعادتها جماهير الرجاء تقتني نسبة كبيرة من تذاكر لقاء الشباب الرياضي السالمي وكتواصل جماهير فريق الرجاء الرياضي تقديم دروس الوفاء باقتناء نسبة كبيرة من تذاكر مباراة فريقها أمام الشباب الرياضي السالمي بعد ساعات قليلة على طرحها لحساب مباراة الجولة 22 من منافسة الدوري الاحترافي. وكان الرجاء طرحت تذاكر اللقاء وحدات أثمنتها فيما يلي: المدرجات المكشوفة 50 درهم، المدرجات المغطاة 100 درهم، المنصة الشرفية 500 درهم. وغيحل نادي الشباب الرياضي السالمي ضيف قيل الله مضيف الرجاء الرياضي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 10 ليلا على أرضية مركب رياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. الإشارة ففريق الرجاء كيحتل المرتبة الخامسة برصيد 34 نقطة من أصل 39 انتصارات 7 تعادلات و 6 هزائم. 300 مليون سنتيم تنعش خزينة الرجاء قبل قمة الأهلي المصري وتوصل فريق الرجاء الرياضي بشكل رسمي بمبلغ 300 مليون سنتيم جزء من المنحة السنوية اللي كيحصل عليها المستشار الرسمي واللي كتقدر أزيد من مليار سنتيم. وحصل فريق الرجاء الدفعة الثانية من منحة الدعم السنوي من المستشار الرسمي اللي تعاقد مع الفريق بداية الموسم الجاري في أول عقد ليه مع فريق الدوري الاحترافي وغيستغل الرجاء المبلغ في أداء جزء من مستحقات لاعبيه لرفع معنوياتهم قبل المواجهة القوية أمام الأهلي المصري برسم دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. وكينتظر الفريق الاخضر التوصل ايضا بمبلغ 500 مليون سنتيم من مجلس مدينه الدار البيضاء وهي المنحه السنويه الجديده اللي غيتوصل بها فريقي الرجاء والوداد بدايه من الموسم الرياضي الجاري. مدرب سان داونز لن يكون الامر سهلا في ربع العصبه بحضور انديه مثل الرجاء والاهلي المصري. وكيشوف رولاني موكوينا مدرب مابيلودي سان داونز جنوب افريقي ان المنافسه غتشتد في الدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا نظرا لتواجد انديه بحال الرجاء الرياضي والاهلي المصري. وقال مدرب سان داونز تصريحات نقلتها صحيفه بزنس داي جنوب افريقيا ما غيكونش الامر سهل في دور ربع النهائي دوري ابطال افريقيا شوفوا نوعيه الفرق اللي وصلت الربع النهائي. وتابع فريق بحال الرجاء الرياضي على سبيل المثال قدم مستوى كبير في دور المجموعات وحطم رقم قياسي في عدد الاهداف المسجله واللي وصلت ل 17 هدف وهذا ما كيبين انهم فريق كبير وغيعانيو الخصوم ديالهم مستقبلا. وزاد الاهلي والرجاء هذه فرق اقدم منا بسنوات عديده بحيث كانت كتحاول الفوز بدوري ابطال افريقيا وكتنافس في هذه البطوله لعده عقود. طائرة خاصة لسفر الرجاء لمواجهة الأهلي المصري وحدد فريق الرجاء الرياضي يوم الخميس 20 أبريل كموعد للسفر للعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي برسم ذهاب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وغتغادر بعثة الفريق الأخضر المطار الدولي محمد الخامس الدار البيضاء متجهة صوب مصر تحديدا مطار القاهرة الدولي وذلك على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النسور لتفادي إرهاق اللاعبين. وغتجرى مباراة الرجاء والأهلي يوم السبت 22 أبريل على أرضية ملعب القاهرة الدولي لحساب ذهاب دور ربع نهائي عصبة أبطال. في نفس السياق قرر منخرطي فريق الرجاء تخصيص منحة لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم على تجاوز فريق الأهلي والمرور للدور نصف النهائي. وأكدت عدة منابر أن منخرطي الرجاء طلقوا مبادرة خاصة فيما بينهم من أجل جمع قيمة منحة الفوز المزمع تخصيصا للاعبين في حالة نجاح الفريق في التأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكتجي هذه البادرة من منخرطي الرجاء بدأ في دعم اللاعبين في مسابقة العصبة خاصة أن المكتب المديري للنادي كيعيش وضعية مالية صعبة في الأسابيع الأخيرة.
محمود إسماعيل لم أعتذر عن إدارة مباراة الرجاء والأهلي، وأتشرف كثيرا بإدارتها. ونفى الحكم الدولي السوداني علي محمود إسماعيل شانتر المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي إدارة قمة الأهلي والرجاء الأنباء اللي كتأكد اعتذاره على عدم إدارة اللقاء. وتأسف شانتر وفق ما جاء في بيان رسمي الاتحاد السوداني لكرة القدم المراجع على لسانه كذبا وبهتانا عبر وسائل الإعلام بهروبه على تصدي المهمة الصعبة واعتذاره على إدارة ذاك اللقاء. وأكد الحكم السوداني جاهزيته التامة لإدارة مباراة الرجاء والأهلي واللي كتعتبر نهائي ممكن لدوري أبطال إفريقيا، ونفى أنه يكون تحدث مع أي شخص باعتذاره على المهمة. وضاف المتحدث نفسه اختيار الإدارة مباراة على درجة عالية من الأهمية والحساسية دليل على ثقة الكاف في التحكيم السوداني، وتابع شانتر أنه غيكون على قدر ديك الثقة وغيقود المباراة بصورة متميزة ومشرفة باش تفتح الباب أمام ظهور المزيد من الحكام السودانيين في مراحل متقدمة من بطولة الكاف. ووضح الحكم المذكور ما قلتش هذا الكلام وما عمرني اعتذرت على إدارة المباراة وكنتشرف كثيرا بإدارتها وكنسأل الله التوفيق. يشال أن الأهلي المصري وجمهوره بدأوا الضغط على الحكم السوداني من الآن بهدف تنحيته على إدارة اللقاء أو استماته لجهته في القرارات المرتقبة بالمباراة. الأهلي المصري يعول على تكرار سيناريو الهلال لهزم الرجاء في عصبة الأبطال، وكيعول فريق الأهلي المصري على تكرار سيناريو مواجهة فريق الهلال السوداني لهزم ضيفه الرجاء خلال المباراة المقررة بين الفريقين 22 أبريل الجاري. وكتستعد إدارة فريق الأهلي للتقدم بطلب رسمي للجهات المسؤولة للموافقة على حضور الساعة الكاملة لاستاد القاهرة اللي غيصادف مباراته أمام الرجاء الرياضي برسم ذهاب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وكشفت التقارير الصحفية المصرية أن النادي الأهلي كيسعى من خلال هذه الخطوة لاستغلال الحالة اللي حدثت في مباراة الهلال السوداني واللي شهدت حضور 50,000 متفرج لزيادة العدد في مباراة الرجاء لحاجة الفريق الأحمر للمؤازرة الجماهيرية في لقاء الربع، وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة اللي غتقام مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وزادت نفس التقارير أن لجنة المباريات بالأهلي المصري كترقب باش يتم عقد اجتماع لترتيب المواجهة المقبلة والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي الكاف بخصوص المباراة ومعرفة موعد وصول الرجاء الرياضي بهدف ترتيب استقبال البعثة والتنسيق بشأن موعد طرح تذاكر اللقاء لتسهيل عملية شراء التذاكر الجماهير اللي غتكون في الموعد. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.